وفين كنتوا فاش اتصلوا بكم لجنة التحكيم؟ ديك الساعة كان عندي امتحان، جبت التليفون. الو الاستاذ كيقول لي حي التليفون واش تي باغي تنقلوا لي شي لعيبه؟ قلت لي لا راه كاين لا دخل الكارير ديالي هذا استاذ ما غاديش نقطع. صافي دويت مع لابورت دو برودكسيون ديال اورانج طالنت، شوف فرحنا بزاف، قالوا لنا راه كنتوما دزتو معنا ما بين لي كونديد. بدا تخدم على لي تيكست ديالك، كتب في هاد الايام بيد ما يعيطوا لك الناس اللي مكلفين بالانتاج، واخا؟ وباش حسيتو ملي لقيتو راسكم كتهضروا مع فاطمه خير؟ ترى واحد الفرحه كي دايره، صافي تبدل ليا كلشي ديك الساعه. اشنو تبغيو تقولوا للجنه التحكيم؟ كنبغيو بعدا نشكرهم من هذا المنبر حيت ضربوا معنا تماره بزاف، علمونا بعدا كوتي ديال الميزون سين كيفاش نوقفوا في لاسين، وخدموا معنا على لي تيكست ديالنا، زادوا خدموا معنا لي غاك ديالنا. وحنا بان بين لي كونديدا تعاوننا مع بعضياتنا، اللي خاصو شي غاك هاكا خودو، ما كاينش ديك اللعيبه ديال الحرب ولا الحسد مع بعضياتنا. الحمد لله خدمنا ايكيب والخدمه طلعت زوين. مخرج فلوك. سول صاحبك مالو؟ شنو الاحساس ديالك السي؟ الخلعه بزاف. والصراحه كاينه شويه الخلعه ولكن مع التشجيع ديال لي كوتش والتشجيع ديال لي جوري ان شاء الله غادي تدوس الامور مزيان ان شاء الله. يوسف السيبو موتور 103 اكسيون. بلادنا الحمد لله كلشي عندنا مزيان، الشتا صبت مزيان، طراموي غادي مزيان، المنتخب لعب مزيان، الا ذاك التعليم ومزيان بعدا اللي باقي عايش. شوفوا معنا غير النهار الاول قلت الدخول المدرسه، الدراري الصغار كيبداو يتشرطوا على قرايتهم الزينه. بغيت مين قلع؟ بغيت مين جاره؟ بغيت مين طارق؟ بغيت مين زماره؟ شوفين عمرك سمعتي شي ادوات سميتهم مزمار؟ وانت مالك اصاحبي، راه هي كتسالي برا وزيدون، هذا التعليم اللي خشيناه فيه كتجي. لا هذاك لي جوري وداكشي ما عطاوناش ديك اللعيبه ديال راه كاين الخوف ولا شي حاجه، دخلنا مرتاحين. عرفتي وكيجي النهار الاول ديال القرايه وكتدخل تقرا. والقرايه ديالنا حنا الطبقه الشعبيه ماشي بحال الناس اللي لاباس عليهم. وهاد الناس اللي لاباس عليهم كتلقى عندهم فيلا، جوج طنوبيلات، الشركات، جوج طنوبيلات، الفيرمات، جوج طنوبيلات. واشري تشكلتي ثلاث المرات جوج طوموبيلات. لا راه حيت عندهم ست طوموبيلات ما جاتش نقولها في مره واحده. ورغم ذلك كتلقى عندهم وليد واحد سميتو لؤي، لؤي كيقرا من 8 ل 11 ونص. مع 11 ونص كيخرج ضابط لي زالفابي. وليدي لؤي اش قريتي هذا الصباح؟ او بي سي دي او اف. سي محمد والله ما جاش معاك لؤي بالله. حتى اللي مغدي باللوبيا تجي معاه لؤي. طل علينا حنا طول تشوف السلعياشي عنده بالراكه، والد المنتخب الوطني للريكبي. اصلا السلعياشي ولد ولد الاول دخلوا تحضيري سقط، ولد ولد الثاني دخلوا مع خوه تحضيري سقطوا بجوج، ولد ولد الثالث دخلوا مع خوته تحضيري سقطوا بثلاثه. داز واحد المده ولا قسم تحضيري خاص بولاد السلعياشي. واش على القرايه ديال ولاد السلعياشي كي دايره؟ اسقراوكم قيد البقره والبرتقال، اسقراوكم قرد بقرة البرتقال. وكي جيناكم مسطيه ليك وهم بليك، ورحنا مولا السي العياشي. على حسب ما قالوا لنا الجيري، هي اننا عندنا ذاك الانسجام ما بيناتنا حنايا كثنائي، دونك تنبقاو هذيك بحال البينغ بونغ، واحد كيروح للاخر، وانا بعدا عجبتوني ضحكتوني. برافو عليكم، نتمناو ان شاء الله تزيد مدى عندكم. لا لا مازال الخدمه جايه باقي تابعكم. برافو عليك وي تابعكم الخدمه بزاف. بون كوراج الدراري، تبارك الله عليكم. كنبغيو نقولوا للناس اللي غادي فوطيو علينا، اول حاجه كنبغيو نقولوا لهم فوطيو علينا حيت حنا بلاديكم راه والو، وان شاء الله فوطيو علينا باش تبقاو تشوفونا ديما وغتبقاو تشوفوا غير الجزائر. تابعوا معنا كواليس اورانج تالنتس فكاهه على اورانج تالنتس.ما من المهم ديما قريب اورانج.